الأول لي جار والده انتقل إلى جوار ربه الكريم، فهو كان يصلي ويتقي الأمور كثيرا، لكنه العلاقة بينه وبين والده كان غير جيدة. فيقول أنا كنت أعقب والدي والآن والدي مات، فماذا علي بعد الوفاة؟ أن أعمل لوالد كي يقبل الله توبتي ويغفر الله ذنبي. ما هي الأعمال التي علي أن أعملها؟ طيب أخونا نزار سأل، يقول له جار والده توفي وكانت علاقته بوالده علاقة سيئة، يقول الولد ندم على هذا العقوق الذي كان منه، لكن الآن ماذا عليه يفعل حتى يتمم توبته؟ فيما يتعلق بما كان منه في تقصيره وإساءته لوالديه عليه التوبة إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه، وهذا من جانب حق الله عز وجل فيما أمر من بر الوالدين. أما فيما يتعلق بحق الوالد فيمكنه أن يصل بر والده بعد موته بالدعاء له وصلة أقاربه وحفظ عهوده وكثرة ذكره بخير وما أشبه ذلك من الأعمال التي والدعاء له، وكل هذا مما يحط الله تعالى به من الخطايا وما يحصل به بر الوالد بعد موته، وهو طريق لتكفير ما كان من تقصير في حياة الوالد. أرجو أن يكون هذا من أسباب الخلوص من ذلك التقصير، ومن صدق الله عز وجل وندم فالندم توبة، وسيستر الله تعالى له من أسباب الهداية والخروج من أوضار المعصية وشؤمها ما يعينه على سلوك الطريق المستقيم. نعم.